عايز احكي لك حاجه لذيذه قوي. اتفضل. انا كنت اخش الاستوديو، الفيلم ده كان في استوديو جلال. كنت اخش الاستوديو ولا حد دريان بيا، حتى لو قلت صباح الخير يردوا ما يردوش، يعني يعني اللي يسمع يقول، اللي يكسل. مجرد ان عبد الحليم حافظ زارني في الاستوديو، زارني الاستوديو، اول ما اخش الاستوديو كله يصبح عليا ويرحب بيا بعد زياره عبد الحليم. ايه تتفسريها ازاي؟ انه النجم الكبير ده والمطرب العظيم ده جاء زار النجمة المبتدئة دي وقال للمخرج خلي بالك عليها، أحمد ضياء الدين الله يرحمه. فده يعني خلاهم يهتموا بي حقيقي. أنا أعتقد أن هي وجيلها من الممثلات مروا سنوات طويلة اتعلموا في السينما نفسها، يعني غير يعني ما كانش في زمان معهد فنون مسرحية ومش عارف إيه، فهم اتعلموا على حساب المتفرج يعني. نعم. نعم. فبالتالي لابد ان في بجانب تجارب الحياه نفسها مع كل شخصيه، ده هو النضج في الاخر. هو بره حصل حادثه لذيذه قوي. اول مره اتعزم في ريسبشن كان معمول لوفد سينمائي فرنساوي. فكانوا عاملينه في السمراميس وعاملين حفله حلوه وكده، فروحت كنت بقالي في السينما كده يعني شهور تقريبا. والاستاذ رمسيس الله يرحمه يعني عارف يقدمني للناس لدرجه انه قالوا لك احنا عرفنا نجلاء وحبيناها وفي ناس انتقدوني وانا الفيلم ما نزلش من كتر الدعايه اللي كان بيعملها لي. قاعده على الترابيزه. تفتكر الدعايه الكبيره ما تخدمش الفنان؟ لا بتخدمه. الدعايه الكبيره؟ طبعا. الدعايه المبالغه برضو كمان تخدم الفنان؟ اول حياته لازم يبقى فيها مبالغه. كويس. يعني تثيرك. تثيرك. تثيرك لغايه لما تشوف ايه دي؟ كويس. او ايه ده؟ لازم اعرفه ده الجديد ده فيه ايه؟ انت كناقد، الجمهور كجمهور. يوم بقى الريسبشن دوت. نعم. انا قاعده ببص كده لقيت ناجي لطفي، هند رستم، احمد مظهر، احمد رمزي، كمال الشيخ، فاطين عبد الوهاب. كنت عامله كده قلت ايه ده؟ معقوله انا قاعده مع كل دولت؟ انا عايز ممكن. عايز اشوف عينيكي اكتر. بس عايزه منديل حران. فعملت انا قاعده كده عادي ورسمه نفسي ان انا يعني كبره. فبعمل جالي ذهول ببص لهم كلهم رحت قايل صحيح انا معاكم كلكم؟ لا لا مش ممكن انا بحلم. لا حقيقي بحلم. قعدوا يضحكوا. الى هذا الحد. لانه انا اذكر انه رمسيس نجيب قال لك مره عباره مهمه قوي، قال لك انك انت هتمثلي في فيلم وانت العصفوره. قال لي انا جايب لك عمالقه السينما النسور. يقفوا جنبك يسندوكي يشيلوكي. كنتش فاهمه الكلام ده. انت العصفوره وهم النسور. هم النسور. فعملت الفيلم اسمه روعة الحب، فكان فيه رشدي أباظة، يحيى شاهين، عماد حمدي، محمود المليجي، عبد المنعم ابراهيم، كل الجمع ده. ما شاء الله. فمثلت الفيلم كان اسمه روعة الحب، فكتب وفاكر النقد ده كويس قوي، قال له ايه ونجحت العصفوره بين نجلاء فتحي السينما من باب الجمال. في الاول يجوز، لكن ما استمرتش من هذا الباب، استمرت كممثله جيده وكفنانه مؤديه. المهندس المعماري سيف ابو النجا، هل اقدر اقول لك ايه نوعيه الجمال الذي تتمتع به الممثله نجلاء فتحي؟ فيها كل الجمال الطبيعي للفنانه، حتى في اسلوب حياتها، في اسلوب المكياج بتاعها، في اسلوب تصرفاتها، البساطه المتناهيه، الطبيعه الخلاقه، يعني بتخلي الفنان يبتكر من خلال حركتها الفنيه، يعني وشها بيوحي المصور بكل امكانيات الكاميرا بتاعته، كان بيستعمل نصها بيحاول يستعملها بكل امكانياته. هكلمك عن حاجه وانت مفروض ست. جمال نجلاء فتحي انه جمال ملائكي. يعني ايه جمال ملائكي؟ يعني ما تقوليش كلام جمال. لا لا ما فيش فوازير والله. لا دي مش فزورة. ما انا احلها. لا لا فزورة ما كنتش احلها، لكن دلوقتي انا بحلها. جمال ملائكي يعني جمال شفاف، يعني جمال ابيض ما فيهوش اي نقط رمادية او سودة. يعني في جمال في نقط رمادية؟ طبعا. استاذ وحيد فريد، من فضلك، جمال نجلاء فتحي بعين المصور ورؤيته ايه نوعيته؟ جمالها في تعبيرها، في ادائها، في حاجات في نجلاء مش موجوده في مواصفات الزملاء الاخرين. انا اقدر اقول ان هو جمال عذب، بسيط، وجه غير موجود اطلاقا، يعني
وش جنب وش نجلاء فتحي منفرد في السينما المصرية؟ تمام منفرد نعم. وش غني؟ جمال نجلاء فتحي أين يوضع؟ إيه نوعه؟ إيه شخصيته؟ إيه ملامحه؟ نوعه إنه جمال بركاني. جمال بركاني تعبير غريب قوي. يعني إيه يا أستاذ؟ يعني جمال في شعلة في وهج مش جمال لأنه الجمال تعرف الجمال في الوجه بيصحبه باستمرار مش باستمرار يعني في معظم الأحوال برود ما. يبقى أن أسألك رأي امرأة في امرأة، ما نوعية جمال نجلاء فتحي إذا أردنا التحليل؟ المفارقة. المفارقة بمعنى؟ بمعنى الصلابة الداخلية والإحساس بأنك أمام أعماق إنسانية كبيرة، وده بيتضح في الصوت. لما هو صوتها حلو في التمثيل، يعني في بحة جميلة، يعني تخش القلب، وبتقدر لما بتنفعل كده تحس إن الشخصية هي بتبصش لصوتها، ما بتقدرش تفصل من صوتها ومن وشها، هي بتبقى كتلة إحساس مع الشخصية. هي اسمها زهرة، واسم على مسمى، نجلاء زهرة حلوة جميلة وشها مريح. ما اعرفش انا ليه، يعني كلمه كنت دايما بقولها لنجلة، بقول لها اسنانك معوجة، عينيك صغيرة، لكن دمك خفيف ووشك مريح جدا للعين، بحيث ان الناس تحب تبص لك، وهو ده الجمال الفعلي. هو مش جمال بمقاييس معينة، هو جمال نفسه اكتر من اي شيء، بحيث ان الواحد ممكن يبص لنجلاء فتحي على الشاشة ويستريح لها، ودي اهم حاجة في الجمال. مدام نجلاء فتحي، عندي ملاحظة خاصة اقولها. أنا عايز أعرف المكيير عفواً بيصلح إيه فيكي؟ بيداري إيه فعلي؟ يعني بيداري إيه في وشك؟ بيداري عيوبي. فين عيوبك؟ أنا مش شايف عيوب. على فكرة أنا ليا وجهة نظر في حكاية الجمال. بقول مفيش واحدة وحشة. كل الناس حلوة، بس فين واحد يعرف جماله ويبرزه وعيوبه يخفيها؟ يعني بقول في ست ضحكتها حلوة، في ست نظرة تانية حلوة، في ست حادثها حلو، انما مفيش حد وحش. فالذكيه هي اللي تظهر الحاجات الحلوه اللي فيها وتداري العيوب اللي فيها. الاستاذ لبيب معوض المحامي، لو انك تترافع عن نجلاء فتحي امام محكمه الفن افتراضا، وهي متهمه انها دخلت الفن والسينما من باب الجمال فقط، فكيف تترافع؟ هذا اتهام ظالم. نجلاء فتحي، أنا أول ما قابلتها وجات لي لقيت ذكاء خارق يصفع، لقيت حيوية فياضة تتحرك وتؤثر، ثم لقيت جمال. هي دخلت الفن، فرضت نفسها على الفن، التقت بالجمهور من خلال شقاوتها وذكائها وذكائها وجمالها. عظيم. فهذا اتهام بالقطع ظالم. هو انت تبادل وجهات النظر مع المخرج ومع السيناريست بيضيف لك كتير؟ لازم نقعد قعدات ونتناقش ونفتح كل صغيره وكبيره في السيناريو. يعني معلش، وما في يعني يتضايقوا مني، انما بينسوا ده، لاني لما بخش البلاتو بخش الاستوديو بقى ملتزمه جدا، بس قبل ما اخش لازم كل حرف في السيناريو اتكلم فيه. يعني من المهم ان يكون الممثل بوجهه نظر، لازم يبقى وجهه نظر، لازم يبقى عنده. اخر حد قعدت معاه قريب؟ اي اخر حد نكفته بقى. نكفتيه؟ مين؟ الناس الدغيزي. بس هقول لك حاجه، يعني ما تفكري فيها بالعقل كده، مش منطقي ان هي اللي تروح. يا زهوره، سيبك من العقل اللي انت ماشيه بيه، ده السينما. ما انا هقول لك حاجه، ايوه بس احنا دلوقتي في عصر، دلوقتي بقى العقل اكتر من القلب واكتر من العاطفه. الناس بقت مشتاقه للعواطف يا زهوره. هنرجع تاني للرومانسيه. لا مش رومانسيه، بس ده بيبقى فيه مشاهد جوه الافلام فيها، ده الناس تحسها. بس اصدق اقول ان احنا خلاص
خلاص ما بقاش عندنا في افلامنا خالص العاطفه دي، كله ضرب ومش يعني مش معقول يا زهوره شويه. طب نأجلها نأجلها. انت ام الرومانسيه ازاي بطلتها؟